ظهرت إلى جانب الرجل في البحث عن ميلاد جديد لوطن ظل خلال 33 عاماً يرضخ تحت المعاناة والاستبداد والظلم والتجهيل. وكغيرها كانت المرأة الضالعية حاضرة منذ الشرارة الأولى لثورة 11 من فبراير 2011 التي أتاحت لها الفرصة للمشاركة السياسية والثورية والإسهام في التغيير. لقد وجدت المرأة في فبراير نقطة مضيئة أعادت لها حقوقها وحضورها السياسي، كما كشفت عن وجوه مشرفة سيكتبها التاريخ كصفحات تتشرف بها اليمن. مثلت الأصوات النسائية في خضم الثورة السلمية بمريس وقعطبة ودمت صرخة قوية في وجه نظام حكم الفرد، وكانت مشاركتها في المسيرات والتظاهرات لوحة مميزة عكست صورة لافتة لإرادتها الثورية في الميادين. فالثورة بالنسبة لها تحول كبير في تاريخ اليمن ومنجز يجب التمسك به وفاء لدماء من ضحوا في سبيل الحرية والكرامة بغية وطن يضمن العيش الكريم للجميع وفق مبدأ الشراكة والعدل. فالتضحيات الخالدة للمرأة اليمنية تؤكد بأن الثورة لم تخفت جذوتها بل ازدادت اشتعالا ونورا، وأنها لا زالت تواصل نضالها ضد السلالية والطائفية ولم تبرح وتتخلى عن مواقعها الثورية في سبيل استعادة الثورة. لقد حضرت المرأة اليمنية في جميع المناسبات الثورية ورسمت لوحة مضيئة في تاريخ اليمن لتبذل ما بوسعها نحو الغد المنشود عبر ثورة خطها الثوار بدمائهم قبل 13 عاماً، ولا يزال الشباب والمرأة إلى اليوم يقدمون أغلى التضحيات بهدف إسقاط انقلاب ميليشيا الحوثية الإيرانية واستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي.